معنا من هولندا الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، حول استمرار الأزمة الإنسانية وانتهاكات ميليشيا الحوثي باليمن ورفضها الحل السياسي. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا، مساء الخير. أهلا بكم. نبدأ من حادثة إطلاق النار على طفلة في تعز على يد ميليشيا الحوثي، كيف تقرأ استمرار الانتهاكات ضد المدنيين لا سيما الأطفال في اليمن على يد جماعة سياسية تطرح نفسها طرفا للحل في الأزمة اليمنية؟ في إطار تعز، كما تعلم أن تعز هي محاصرة من قبل دول التحالف ومحاصرة من قبل الحوثيين، لأنها المدينة التي تعد الحامل الجماهيري لمخرجات الحوار وللمشروع الوطني الجمهوري ولمشروع الحفاظ على اليمن موحد. وبالتالي هناك حصار على المدينة باعتبارها الأكثر كثافة ديموغرافية، وباعتبارها لقيمتها الرمزية، باعتبارها مدينة تأسست فيها الأحزاب السياسية وذات فعالية عالية من حيث الناحية السياسية والتنموية والتجارية. وبالتالي يتم استنزاف المدينة ووفق استراتيجية أنها تقبل بالحلول المرسومة لها من قبل الحوثيين أو حتى دول التحالف الثنائي السعودي الإماراتي. فكما تعلم أن استنزاف المدينة وإضعافها يؤدي بالمدينة إلى قبول أي حلول أمام حاجات المواطنين للعيش، فهي محاصرة من الحوبان، من منطقة الحوبان، من الحوثيين ومن الناحية الغربية من الإمارات، وبالإمكان أيضا حصارها من منطقة التربة إذا ما المجلس الانتقالي أراد أو أرادت الإمارات قطع إمدادها بالتمويل. بالتالي هناك انتهاكات، لكن للأسف الشديد الراصدين للانتهاكات لديهم ميل وانتماء للحوثيين ولهم علاقة بالحوثيين أكثر من المؤسسة الدولية وأكثر من الحيادية. نعم، ماذا عن الأمم المتحدة دكتور؟ ألا تعتقد أنها تتحمل جزء من مسؤولية عدم إنجاز أي حل للأزمة اليمنية حتى الآن، عندما اعتبرت الحوثي طرفا وليس ميليشيا انقلبت على حكومة شرعية؟ الأمم المتحدة كما تعلم الذي يهيمن عليها الدول المهيمنة على القرار الدولي، والدول المهيمنة على القرار الدولي هي تخطط لإعادة رسم الجغرافية والخارطة الاجتماعية إلى ثنائيات سنة وشيعة وإلى ثنائية وطنية شمال جنوب، لهم مصالح في ذلك للسيطرة. وبالتالي مهمة المبعوث الأممي هي كسب مزيد من الوقت لإعادة تشكيل الجغرافية والهويات وإلى مراكمة الثارات الاجتماعية والوطنية في اليمن. هم تلاحظ أن المبعوث الأممي له منذ أن تولى مهام وظيفته لم يقدم شيء ولم يضيف شيء، لأن الملف بيد بريطانيا، وبريطانيا تريد أن تؤثث لهذه الرؤية التي تقوم على تشظي الهويتين يمينيتين شمال جنوب، نعم. تشظي إلى هويتين مذهبيتين سنة شيعة، وهذا وأيضا إلى استدعاء الانتماءات المناطقية. نحن أمام إعادة تشكيل الثنائيات في إطار تشكيل المنطقة، كما هو الحال في العراق التي رجعت إلى سنة وشيعة وإلى أكراد وعرب ومسيحيين وإلى آخره من الثنائيات الانتمائية. نعم، في المقابل إلى أي مدى يمكن التعويل على اتفاق الرياض لإنجاز حل في اليمن بدعم أممي؟ لا أعتقد أن اتفاق الرياض سوف يتم ترجمته إلى الواقع، لأن المجلس الانتقالي الجنوبي استفاد من اتفاق الرياض الأول لإضفاء شرعية عليه، بحيث تم اعتباره طرف من أطراف النزاع. وفي الاتفاق المكمل الأخير تم منحه سلطة ممارسة الإدارة الذاتية للمناطق الجنوبية، وأعتقد أن هذه مسألة متعلقة بكسب مزيد من الوقت وتمكينه من إدارة المناطق الجنوبية، وهذا لا يخدم
السلطة الشرعية ولا يخدم الحفاظ على الوحدة اليمنية. نحن أمام جماعة تتحرك باتجاه فك الارتباط وباتجاه تصفية اليمن. أعتقد أن اتفاق الرياض لا يمكن ترجمته على الواقع، كما هو الحال بالمبادرة الخليجية التي أيضا الحوثيين استغلوها مع الرئيس السابق صالح في الاستيلاء على العاصمة صنعاء وفي الأهداف التابعة لها. لذلك المبادرة الخليجية أضفت شرعية على الرئيس صالح وجددت شرعيته، واتفاقية الرياض منحت الشرعية للمجلس الانتقالي. أعتقد أن المسألة في غاية الخطورة، وبقاء اليمن على هذه الشاكلة سيكون بديل للصومال. بعبارة أخرى، ستظل اليمن عقدة وعقدين متعددة الجغرافيات، متعددة السلطة السياسية، وهذا له مخاطر على أمن المنطقة. دكتور، كما تعرف هناك الكثير من الملفات التي تمس حياة المواطن اليمني بالدرجة الأولى، ومنها ملف أو خطر الألغام التي تطلع عليها الأمم المتحدة وكثير من الجهات، ويتشكل خطرا على حياة المدنيين وخاصة تلك الألغام المزروعة في الحقول وفي بعض المناطق الحيوية. ألا يشكل هذا الملف أولوية، ولا سيما أن أعداد الضحايا كبيرة في الآونة الأخيرة؟ أعتقد هذا من أصعب الملفات التي، يعني هناك ملايين الألغام الفردية تم زرعها في إطار استراتيجية عسكرية تعيق تقدم الجيش الوطني، وهذه الاستراتيجية هي في ليبيا، في اليمن، في أكثر من منطقة عربية. هذا سيكون له آثار وخيمة على المستوى البعيد لعقدة وعقدين، لأن المسألة لا تتعلق بتقدم القوات الرسمية أو الشرعية، بل تتعلق أيضا باستعادة الأمن والاستقرار حتى في عامة السلام، لأن نحن بحاجة إلى خرائط الألغام. اليمنيين كانوا يحصدوا ألغام تعود إلى مرحلة الستينيات، نحن الآن أمام ملايين الألغام تعود إلى مرحلة الحوثيين الذين زرعوا كل الجغرافيا اليمنية بالألغام. نحن أمام أزمة، يعني أمام تحدي الألغام، نحن أمام تحدي الإنساني، أمام تحدي تدهور الأحوال المعيشية، أمام تآكل الطبقات الوسطى. نحو تحول طبقات تقريبا 90% من الشعب اليمني يعاني من تدهور حياة مستوى معيشته. هناك انعدام للوظائف المرتبات، هناك تدني للصحة، وهذا مدروس استراتيجيا بموافقة غربية، لأن عندما يتم انتهاك واستنزاف الشعوب تقبل أي حلول، عندما ترغب الدول المهيمنة إجراء أي تسوية، يعني أن الشعوب تكون في حالة من الإنهاك ومن الحاجة بحيث تقبل بأي حل. ولكن بالشام اليمني أعتقد أن المسألة في غاية الصعوبة، الشعب اليمني شرس. طيب، لأجل كل ذلك دكتور، وبالتالي دكتور عبد الباقي، لأجل كل ذلك، ما المطلوب اليوم للخروج من عنق الزجاجة في اليمن وإنهاء هذه الأزمة الإنسانية المتفاقمة؟ لا أعتقد أن المسألة اليمنية أصبحت لها طلب، يعني نستطيع أن نحددها بمطالب. الآن هناك صراع، إيران موجودة لاعب رئيس، ومن خلال اليمن إيران تحب تنفذ إلى مكة والمدينة وإلى المملكة العربية السعودية. هناك الإمارات تسعى إلى مصالحها الاستراتيجية، هناك أمريكا وبريطانيا تسعى إلى العودة لليمن من خلال ملف الإرهاب ومكافحة الإرهاب للعودة إلى سقطرة. هناك الصين تريد الهيمنة من خلال طريق الحرير، هناك روسيا. نحن أمام صراع دولي وإقليمي في الجغرافيا اليمنية. المسألة الآن مع غياب للسلطة الشرعية، إذا ما وجدت نخبة يمنية وكتلة وطنية تاريخية سياسية يمنية في اليمن، الغياب السلطة، نحن أمام موقف ما يكون قريب جدا لما كانت عليه الصومال قبل حوالي عقد من الزمن. وأعتقد أن حل المسألة الصومالية كان بهدف التفرغ لليمن وتفجيره للاستفادة من التواجد الغربي في الجغرافيا اليمنية وفي المنطقة.
شكرا جزيلا لك دكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، كنت معنا عبر سكايب من هولندا.